أما هلأ رح نروح لفقرتنا عن الصحة النفسية فرح، ويمكن كتير مننا وخصوصا بهذا الوقت بنسمع عن أنا مكتئب، هذا الجو بيك ابني، انا ما بحب الخريف ما بتحبي وبيكب لي الخريف. خريف. معناته فرح من الناس اللي بتقول هذا هلأ بس الخريف، ولا في أوقات تانية بتحسي فيها بهذا لا الشعور؟ يمكن وقت تبديل الجو سلمى، وقت بيقصر النهار لأنه أنا بحب يعني بالخريف الشمس. والربيع كمان؟ لا الربيع حلو، الخريف وقت بيبرد شوي الجو، هيك بحس في تغير حتى بنشاطاتنا، يمكن هذا التغير هو اللي بيأثر شوي على نفسية الواحد. أكيد هذا الشيء يمكن بيعرفوه الناس بالاكتئاب الموسمي، يعني في تمام، كتير ناس بيقول لك إنه بس ما وصلت بينصابوا للاكتئاب. بهذا النوع من الاضطرابات النفسية والسلوكية، ولكن بالعموم الاضطراب اللي هو يوصف بالاكتئاب مختلف تماما عن هي الحالة. رح نحكي أكثر بالتفصيل عنها، شو سبب إصابة الإنسان بالاكتئاب، شو أبرز الأعراض اللي بنعرف أنه أنا فعلا شخص مكتئب وليست فترة ورح تمر أو شوية ضغط نفسي، شو أبرز العلاجات وغيرها من التفاصيل رح يطلعنا عليها ضيفنا لليوم دكتور أنس دالي اختصاصي بالطب النفسي. يسعد صباحك. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا. صباح الخير مرة ثانية وأهلا وسهلا فيك أهلا دكتور. اليوم كيف نعرف أنه نحن بفترة اكتئاب؟ ليش الخريف دائما يوصم أنه هو فصل الاكتئاب؟ تمام. هلا الاكتئاب هو واحد من اشع الاضطرابات النفسيه، شيء بنسميه جزء من اضطرابات المزاج. الفكره بانه يوصم بانه الحاله الانفعاليه اللي تعبر عن الشخص، هل هو فرح، حزين، تعيس، مبتهج، هي شيء بنسميه حاله انفعاليه. فهي الحاله الانفعاليه بتكون رايحه باتجاه الحزن، وحتى ما بعد الحزن حنحكي هلا بالتفصيل شو الفكره، وتؤثر على الافكار والسلوك مع مرور الزمن. حتى نقول انه هناك اضطراب اكتئاب، او حتى نكون دقيقين، شيء بنسميه اضطراب اكتئابي جسيم او نوبه اكتئابيه جسيمه، لازم تتوافر مجموعه من الاعراض لمده زمنيه اقلها اسبوعين. نعم. طيب دكتور انس، خلينا نميز شوي بين اصابه الشخص بالاكتئاب وانه هو فعلا مريض وصار بحاجه لمعالجه ان كانت نفسيه او دوائيه، وبين ازمه. يعني في كثير ناس ممكن يصير معهم صدمة، حالة وفاة، حالة فقدان، انفصال، أي نوع من هاي الأنواع طبعا. ممكن تؤدي لبعض الأشخاص لهي الشدة القوية اللي بيقول لك أنا فت بالاكتئاب ما بدي أحكي مع حدا، ما بدي أشوف حدا. وفي ناس لا، بنشوف في عندها حالة دائما من الذهاب للوحدة، عدم الشعور بأنه هي مرتاحة اجتماعية مع الناس. تماما. هلا بالنسبة لحادثة، يعني حادثة معينة سواء كانت فقد أو انفصال أو حادث صادم أو أي خبرة صادمة، تفرق عن الاضطرابات المزاجية أو اضطراب الاكتئاب بعدة نقاط. النقطة الأهم بأنه بالنسبة للحادث الصادم غالبا مع مرور الزمن يحدث تعافي تدريجي او على الاقل خفه بحده الاعراض او الشعور الذي يشعر به، اما الاكتئاب فبياخذ منحنى ثابت وغالبا باتجاه الأسوأ. في مده زمنيه تقريبا محطوطه خصوصا بحوادث الانفصال او بالكرب او بالاسف او الحداد، من شهرين لاربع اشهر تبرر الاعراض الموجوده. في حال فاقت هذا المدى الزمني بنشتبه باضطراب الاكتئاب. النقطه المهمه كمان انه غالب الاعراض يعني المرتبطه بموضوع الخبره الصادمه بيكون متركز على الفكره المرتبطه، يعني دائما متمحوره حول الشخص الذي فقد، او مثلا حول النقطه يعني الخساره المعينه التي يعني خسرها الشخص. بينما بالاكتئاب هي مجموعه اعراض عامه، في حزن غير مبرر، في شعور بالدونيه، في شعور بالاسف، في تراجع بالاداء والنشاط الاجتماعي، في فقدان للمتعة بكل مباهج الحياة. بينما مثلا بموضوع الأسى أو الحزن بيكون غالبا الشخص قادر على التعويض فيما لو أنه مثلا مارس نشاط معين، طلع مشوار، بتلاقي المزاج متقلب، بيقدر يعاود بالنشاطات العادية. بينما الاكتئاب يفقد المتعة تماما بجميع النشاطات. بالنسبة لموضوع مثلا الأسى أو الفقد، دائما في تحميل اللوم أيضا فيما يخص موضوع هذا الشخص، بمعنى أنه أنا ما عبرت له عن حبي بشكل صحيح او بشكل كافي قبل ما انه يتوفى او قبل ما يفقد، او مثلا انا ما اتخذت اجراء معين لحتى امنع هالخساره. بينما بالاكتئاب بيكون في تحميل لوم شديد بامور حتى ما بتخص الشخص بذاته، وممكن تصل بمراحل متقدمه ليحمل حاله كوارث طبيعيه او حتى احداث معينه صارت. فالموضوع له علاقه باشتداد شده الاعراض
بالاسى بيكون في تراجع تدريجي مع مرور الوقت، في 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 عوده للحياه الطبيعيه مع مرور الوقت، بينما الاكتئاب ياخذ منحنى اشتداد. طيب ليش نقول اكتئاب خريفي؟ يعني شو العلاقه بين الاكتئاب والخريف؟ تماما. هلا الاكتئاب اللي يسمى هذا هو نوع من انواع الاكتئاب، يسمى الاكتئاب الموسمي. هو مرتبط، اذا رجعنا لاصل الاكتئاب وسبب الاكتئاب، فهو واحدة من تفسيرات الاكتئاب مرتبط بمستويات معينة من الهرمونات بالجسم وتوازن كيميائي معين بخلايا الدماغ العصبية. هذا التوازن بيختل بفترة الخريف. في هرمون عند الجميع؟ غالبا عند الجميع يختل، ولكن مو بالضروره يعطي عند الجميع هي الاعراض، لا يختل لدرجه اعطاء الاعراض. في ماده اسمها الميلاتونين تفرز من غده اسمها الغده الصنوبريه، لها دور بموضوع الاعراض المرتبطه بالنشاط ومرتبطه بالسعاده. دائما غالبا مرتبطه بموضوع توازن الساعه البيولوجيه، يعني ساعات النهار والليل بتنظم توازنها بساعات اللي تعرض فيها الشخص للضوء خلال النهار، وساعات الليل بيرجع بيتنظم كمان افرازها. فنحن وقت ندخل بالخريف في عندنا دائما تقاصر بساعات النهار، داخلين على نظام جديد، زياده بساعات الليل. حتى في تفسيرات اخرى بانه في مستويات هرمونيه نتيجه كمان يعني تغير المناخ بشكل عام، في بعض الاضداد المناعيه ممكن انه تفرز بالجسم وتعطي اعراض مرتبطه بحاله الاكتئاب. يعني مو بس نفسيه القصه، لا 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 لا، هي فعلا مثبته علميا. دكتور أنس، خلينا نحكي عن انواع الاكتئاب. نحن هلا ذكرنا يمكن الموسمي وذكرنا الاكتئاب الحاد او الاكتئاب تمام. المرتبط بالصدمه، هل في انواع اخرى للاكتئاب؟ في عدة انواع. في الاكتئاب المرتبط بمظاهر اخرى، شيء بنسميه مثلا المرتبط بحاله قلق. دائما التفريق بين الاكتئاب والقلق انه الاكتئاب يرتبط بالماضي، دائما في عنده حسره على 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 الفتره الماضيه، على الزمن الماضي، بينما القلق دائما ينظر الى المستقبل بنظره تشاؤميه. الاكتئاب بالنسبه الى المستقبل لا يوجد، يعني دائما بالعكس يتمنى، غالبا يتمنى الموت، بينما القلق هو ينظر الى المستقبل بتوتر دائم بحساب الاحتمالات السيئه. تمام. فممكن الاكتئاب مع انزعاج قلقي. في عندنا اكتئاب مثلا مرتبط بحالات الولاده تالي للولاده، دائما بالفتره الاربع اسابيع التاليه للولاده دائما المراه يعني لديها خطر بنسبه ليست بالقليله يعني لتطوير حاله اكتئابيه، وقد تكون الاعراض شديده. ممكن تتطور هي الحاله يمكن دكتور مع لفتره طويله، بصير عندها يمكن حاله رفض مثل ما بنسمع، يعني انه هي حاله رفض ان كان للطفل او تماماً. شعور بالذنب. تماما. ممكن تتعدد المظاهر، ولكن اخطرها هي وقت بيكون في خطر على المريضه بذاتها او حتى على الطفل كونه بيكون رضيع، اما بانه ما في اهتمام كافي حيكون كونه الوظائف الحياتيه عم تتعطل عند هي المريضه، او طبيعه الافكار اللي ممكن تنشا بهي المرحله ممكن توصل بدءا من الاهمال وانتهاءا بالتفكير بقتل الرضيع. اوف. طبعا بحالات شديده. تمام. طيب دكتور، احنا عم نحكي يعني بعض الاوقات عن اكتئاب ممكن ضبطه وعلاجه، او حتى في بعض الاحيان الوقايه منه، في حال كان الشخص بيعرف انه هو عنده يمكن فتره الاكتئاب هي اللي ممكن تكون بسيطه ما بتتعدى فصل معين، وبعض الحالات اللي يعني مثل ما عم نشوفها او حكينا عنها ممكن تتفاقم لدرجه الخطر اللي كنا عم نحكي عنه. كيف الشخص بيقدر الواعي لنفسيته ولطريقه تفكيره يحمي حاله من حالات الاكتئاب او يخفف قدر الامكان من هي الحاله؟ الاكتئاب محددات، يعني في عندنا خفيف، خلينا نقول معتدل او متوسط. تمام. وشديد. غالبا هو حاله مثل ما هي حاله اضطراب، فاذا حصلت طبعا باختلاف على اختلاف الشدات يمكن هي بحاجه لعلاج دوائي، ولكن يمكن في بعض الحالات بنشاطات بسيطه مدارات الحالة الاكتئابية والسيطرة عليها وضبط الأعراض، وتحديدا بمرحلة الاكتئاب الخفيف. الأعراض غالبا بشكل أساسي بده يكون مثل ما ذكرنا المزاج المنخفض بشكل دائم، بيعبر عنه الشخص بحالة حزن، بحالة لا جدوى، بحالة الانعدام النافي أمل. تماما. والنقطة المهمة فقدان المتعة بأي شيء. تبدأ أولا بالنشاطات التي تسبب يعني تسبب حالة من الرفاهية، اللي هي مثلا مشوار معين، مشاهدة فيلم، وتنتهي فقد المتعة حتى بالنشاطات الحياتية اليومية. يعني ممكن الشخص يصل لمرحلة أنه مثلا ما يستحم، ما عنده طاقة، ما عنده قدرة. هي الأعراضين الرئيسيات، هدول اللي بيحددوا شدة الاكتئاب، ويندرج تحته أعراض أخرى مرتبطة بالتفكير، مرتبطة بالتعب الدائم، حالة النزق، حالة الإجهاد النفسي السريع، يعني يصير الشخص غير قادر على أنه يمشي بحديث لمدة دقيقتين، دائما متذمر، دائما بيحاول ينهي الأحاديث، فقدان القدرة على التركيز، تراجع أكاديمي،
دائما المحدد الاساسي لحتى نرصد خطوره الاعراض هو التراجع والتعطل الوظيفي اللي ممكن يصير. نعم. هو مانو مثل ما ماخوذ عنه مجرد مشاعر حزن عابره وتذهب، او هي خلينا نقول بالتعبير العربي نوع من الدلال او الدلع. تماما. بالعكس، كثير من المحيطين ممكن يلجأوا لعبارات انه ما في شيء مستاهل، حاجه تدلل. لا بالعكس، هذا يمكن يكون قاتل لمريض الاكتئاب. قد يكون شخص طبيعي، يمكن يبين عضويا سليم، ولكن هو فاقد القدره، فاقد المحرك من الداخل تماما. فاحساس يعني دائما نحاول نحسسه بانه انت عم تبالغ بالاعراض. بالعكس، هذا الشيء ممكن يكون له اثر سلبي. الدلاله انه نحن ما عم نحس فيه، ما عم نفهمه، عم نحمله عبء اضافي فوق العبء الملقى عليه. وحده كمان من الاعراض اللي هي بتعتبر كمان يعني مثل الخط احمر، هي موضوع التفكير بإزاء الذات. تبدا بتمني الموت، انه الشخص ما عم بيفكر يأذي حاله او ينهي حياته هو بشكل ذاتي، وانما هو يتمنى الموت. فتنا بخطر كبير تماما يعني. وتنتهي بانه هو يقدم على هاي الفكره. ممكن، طبعا ممكن ممكن. واشع ارتباط للانتحار هو مع اضطراب الاكتئاب، وخصوصا باللي يصل للمراحل المتقدمه، خلص فقد الامل تماما، شخص منتهي، شخص لا يستطيع ولا يؤمن باي فرصه للنجاه. طيب دكتور انس، هون شلون تتعاملوا مع هاي الحالات؟ يعني التعامل مع كل حاله من حالات الاكتئاب تختلف بين واحدة والتانية، وخصوصا المحيط. تمام. يعني كثير ناس بتطول شوي لتوصل عند الطبيب او صحيح. المعالج النفسي. صحيح. تحاول تحلها هي. تمام. بينها وبين نفسها، وهون يمكن ما بعرف اذا بتزيد المسألة احيانا، كيف بيتم التعامل؟ تمام. هلا لازم لابد بالبداية اجراء تقييم كامل وتحديد شدة الخطورة. هلا نحن مثل ما ذكرنا، حالة خفيفة، متوسطة او شديدة. بالحالات الخفيفة في هناك من يذهب انه لعلاج دوائي بجرعة مضبوطة، وهناك من يذهب لشيء بنسميه العلاج المعرفي السلوكي. مريض الاكتئاب بصير عنده اشترار لحاله سلبيه من الافكار، دائما تفكيره مبني على حاله سلبيه، فكره تجتر فكره تجتر فكره تجتر فكره، حتى ممكن يجتر احزان الماضي او خيبات. ممكن يكون شخص عمره 40 سنه ممكن يتذكر موقف صار معه بالصف التاسع ويعيشه تماما، ويعيش الحاله الانفعاليه تماما اللي كان فيها. فحالة الحلقة المفرغة من التفكير المستمر بشكل سلبي تعزز الأعراض أكثر. ففي شيء عن طريق علاج سلوكي ومعرفي، إعادة تنظيم الأفكار، كسر هاي الحلقة، مزاحمتها بأفكار إيجابية. طبعا هذا الشيء ما بيصير بشكل يعني عفوي أو تلقائي، عن طريق تحت إشراف معالج وبرنامج معين مبني على خطوات مستمرة. هلا في حال تقدم شدة الاكتئاب، كان لدرجة الاكتئاب المتوسط، نحن هون تحتم علينا الاستمرار بالعلاج الدوائي. لابد من العلاج الدوائي، وممكن دمج العلاج السلوكي فيما بعد، العلاج المعرفي السلوكي، ولكن العلاج الدوائي صار اساسي، خصوصا نحن اذا مثل ما ذكرنا في فرضيه الاكتئاب بانه خلل بالتوازن الكيميائي بحاجه لتعويض دوائي. تمام. بس هون سؤال يمكن دكتور، بعض الاشخاص انه انا ممكن ادمن على هي الادويه. لا لا ابدا ابدا. طبعاً. دائما في 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 فكره معينه عن الادويه النفسيه عموما، بس مو بس ادويه الاكتئاب، انه هي عباره عن ادويه مهدئه، ما لها فائده غير انه هي موضوع مهدئ، مجرد تركناها وقف المفعول وما في اي حاجه. لا لا ابدا، هي مبنيه على يعني مبنيه على اساس بيولوجي وفيزيولوجي، انه انا وقت عم اعوض هذا الدواء عم يتم وصف هذا الدواء لتعويض ماده معينه اللي هي السيروتونين غالبا. في خلل بمستوياتها، في خلل بالمشابك العصبيه بكميه هذا الناقل العصبي، فهو بحاجه لتعويض دوائي واجراءات كثير مضبوطه. المادة الإدمانية غالبا بيصير في تحمل، يعني الشخص وقت ياخذ مادة بتسبب إدمان بيصير ممكن يتطور بسرعة، اليوم ياخذ حبة، بعد فترة يحس الحبة ما عم تعمل شيء، بعدين بياخذ العلبة كلها. دواء الاكتئاب هو مثل أي دواء عادي. تمام. مثل الأمراض المزمنة، ممكن تمام. الشخص يبقى على حبة ارتفاع التوتر الشرياني أو داء سكري لمدة 20 سنة على حبة واحدة وما بتساوي إدمان. بس هو بحاجتها طبعا، لا يعني انه العلاج بالضروره يستمر لفتره طويله. تمام. هذا مرتبط بشده الحاله وحالات النكس الموجوده. بس لا، الدواء الاكتئاب هو دواء قد يوصف بجرعه واحده، قد تكون حبه وحيده او حبه ونصف او حبتين، متشارك مع دواء ثاني لفتره معينه، وممكن يعني خلينا نقول تخفيف الجرعه بالتدريج، وان كان في حاجه لدواء بشكل مستمر قد يكون ما اكثر من حبه. تماما. نعم. طيب دكتور، بما انه حكيت عن الدواء والفترات العلاجيه، خلينا نحكي انواع الاكتئاب وكل فتره قد ايه ممكن يستمر العلاج الدوائي. دائما القرار بالعلاج الدوائي مبني على عده نقاط، شيء بنسميه الانذار. يعني شخص عنده قصه عائليه، يعني نفترض انه لابوين اكتئابيين مثلا، او حتى ابوين عندهم اضطرابات نفسيه، غالبا متوقع انه انذار الاكتئاب تبعه يكون سيء، بحاجه لفتره علاجيه اطول. هلا اذا كانت هجمه وحيده ما تجاوزت الاسبوعين، حققت لنا الاعراض وعالجناها وتراجعت الاعراض، ممكن العلاج ما يستمر لاكثر من 8 اشهر ل 12 شهر. تماما. طبعا بجرعات مخففه، ما بيكون رتم العلاج واحد او مستوى العلاج واحد، يتراجع بالتدريج وممكن ايقاف الادويه. هلا اذا صار في حالات نكس مستمره، هون سوق الانذار، نرجع بعد حصول النكس
صارت هجمات جديده. نعم. لا هون يستطيل العلاج اكثر. مده العلاج تستطيل لفتره اكثر من السابق. الشدات النفسيه اذا كان الشخص يتعرض بطبيعه خصوصا مثلا مثل الظروف الموجوده حاليا هي دائما ستريس مستمر، شدات نفسيه مستمره. نعم. خيبات مستمره. ف... لا ما في أكثر تمام. من عندك تماما، فممكن يستطيل العلاج لفترة طويلة. تمام دكتور، في دائما سؤال أنه بعض الأشخاص يمكن قوتهم النفسية، دفاعاتهم النفسية، قوة شخصيتهم بتساعدهم يمكن على اجتياز هي المرحلة في حال تعرضوا إلى أكثر من ناس آخرين، هذا الشيء ممكن تلمسه من خلال بعض الأشخاص اللي بيلجأوا لك لاجتياز هي المرحلة طبعا. ممكن هن بنفسهم يعرفوا أنه هذا الشيء خطر عليهم، يشغلوا نفسهم، يعملوا أنشطة. تماما تماما تماما، دائما يعني هاي تلمس بالمطاوعة، اسمها مطاوعة المريض للعلاج. تمام. مرض الاكتئاب غالبا ما له مثل الاضطرابات النفسية الأخرى، أنه الشخص غالبا يستطيع أن يستفسر بنفسه بأنه هو فعلا مريض وبحاجة للدواء، ولكن رغم هيك المطاوعة تختلف من شخص لآخر. هذا الشيء له علاقة بالخبرات السابقة الحياتية، بالبيئة اللي نشأ فيها، تعامله مع الخيبات وال وال وال, وال خلينا نقول المشاكل التي كان يواجهها. خلص تعود. إذا كان في دائما هروب، تجنب، انسحاب، عدم مواجهة. تمام. فهذا الشيء بكرس هي الحالة أكثر. ففعلا دائما بالاكتئاب الخطوة الأولى هي أصعب خطوة. تمام. ولكن إذا اجتاز الشخص، يعني دائما نطلب من المريض بالفترة الأولى نشاط بسيط، لأن إحنا بنقدر إحساسه بالتعب، هو ما نوع حتى لو كان سليم عضويا ظاهريا، هو ما نوع عم بيتصنع بأنه ما له أدران. فعلا المشي لمدة 10 دقائق ممكن تكون منهكة له ومرهقة. تمام. ممكن حتى أشخاص بعض الحالات يستغني عن شربه للماء لإحساسه بالتعب، يبقى بسريره. فنطلب نشاطات بسيطة لفترة معينة، قد لا تتجاوز 5 دقائق مشي يوميا، منزيدها بالتدريج. أو مهام معينة مثلا جلي، تنظيف شيء معين، فقط لا 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 لإحداث دارة عمل، دارة مكافأة لتفرز المواد. حتى نشغل شوي هذا الشخص عن التفكير. فهي فعلا بنشاهدها بمطاوعة المريض. مو دائما كل المرضى عنده، في مرضى يعني في عندهم حالة من الاستسلام. طبعا حتى كمان نكون دقيقين، هي مرتبطة بشدة الاكتئاب حتى ما نظلم، حتى ما نعزو هذا الشيء بس فقط لمطاوعة المريض أو هو أو رغبته. قد يكون يرغب ولكن شدة الأعراض شديدة، بحاجة لفترة من التهيئة الدوائية قبل ما نطلب منه إيش. نعم دكتور أنس، خلينا نروح لختام حديثنا وناخذ منك يمكن النصيحة الأبرز اللي ممكن تساعد الناس أنه نوقي في نفسنا من الاكتئاب سريعا لو سمحت. تماما. هلأ دائما يعني مثل ما ذكرنا، كونه الحالة النفسية دائما مرتبطة بتوازن كيميائي معين، هي بالدرجة الأولى إذا حيدنا بقية الأسباب والمسببات الأخرى، فالمحافظة عليها بقدر الإمكان. كيف؟ ربما المحافظة على نشاطات يومية، لو كان بالحد الأدنى رياضة يومية، لو كانت مشي، ما بالضرورة تكون التزام بنادي رياضي أو أكثر من هيك. مواجهة المشاكل والكروب كتير شيء يعني كتير شيء مهم، لأنه إذا ما تم مواجهتها حتخزن بشيء اسمه اللاوعي، وفيما بعد تتظاهر بأعراض كتير كتير شديدة. فمواجهة الشدات والكروب مهما كانت مساوئها، لو كان فيها ألم، لو كان فيها يعني حالة غير محمولة، ولكن على المدى البعيد يشكل عامل وقاية. وبدنا نذكر نقطة كتير مهمة، إنه الاكتئاب هو اضطراب، ويعني مثل ما ذكرنا سليم من الخارج، ولكن فعلا شخص فاقد لكامل الشحن من الداخل، لا يستهان فيه أبدا. والنقطة المهمة والنقطة العلام هي متى ما شخص بدأ يحس بحالة من التعطل الوظيفي، نشاطاته اليومية ما عم تمشي بنفس السلاسة كما هي بالسابق، لا يتردد بطلب استشارة نفسية. أكيد. كل الشكر لك دكتور، لك المعلومات اللي قدمت لنا. شكرا لك. شكرا كثير لكم.